صاحب الفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب الفخامة رؤساء الدول وحكومات الجوار السوداني، صاحب المعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أيها الحضور الكريم، إنه لشرف عظيم لي أن أحضر معكم اليوم في هذه القمة ذات الأهمية البالغة، وأود في مستهل كلمتي هذه أن أعرب شكري العميق لفخامة السيد الرئيس وأخي العزيز عبد الفتاح السيسي للدعوة الكريمة التي وجهت لي، وعرفاني لفخامته وللحكومة المصرية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وللترتيبات الممتازة التي أخذت لنجاح هذه القمة. Excellences, Mesdames et Messieurs, la crise soudanaise est d'une extrême gravité. السيدات والسادة، الأزمة السودانية من الصعوبة البالغة وتؤثر على الثبات في المنطقة والأمن والاستقرار. وكما تعلمون جميعا، الاتحاد الإفريقي منظمتكم، كل ما تم استثماره في السودان من بدءا من تغيير النظام من العام 2019، وكما تعلمون فإن النتائج التي تم الحصول عليها لضمان عملية انتقالية دستورية في السودان، وللأسف مجموعة من العوامل السلبية داخليا وخارجيا أدوا إلى أمور سيئة من شهر أكتوبر إلى الآن. فقد وضعنا آلية ثلاثية مكونة من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بالتوازي مع شركاء آخرين، ووددنا الوصول لاتفاقية سياسية جديدة في الوقت التي انفجرت أو ظهرت بها الصراع الذي ظهر بين القوات التي تناحرت والتي كانت تبحث عن القوة. في 16 من إبريل المجلس السلام للاتحاد الإفريقي، المؤسسة المعنية بالسلام والاستقرار، طالبت بوقف إطلاق النار بشكل سريع والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى حل سلمي للأزمة. فالآلية السياسية يجب أن تكون نابعة من الشعب السوداني والدولة السودانية دون أي تدخل. ففي 20 من إبريل أقمنا اجتماع دولي رفيع المستوى، اجتمع خلاله كل الشركاء المعنيين، وتناولنا ونادينا بالتعاون الملح لكل الجهات المعنية من أجل الوصول لحل. وفي 27 من مايو 2023 وضعنا خارطة طريق بها آليات هامة تشمل وقف إطلاق النار، المساعدات الإنسانية، وإقامة حوار سياسي شامل. فهو من الواضح بالنسبة لنا أننا يجب أن نتوجه بكل جدية على الجذور الأساسية للوجيعة السودانية من أجل الوصول لحلول لهذه الأزمة. فخريطة الطريق ستكون بالتنسيق مع التعاون للدول المعنية
والفرق لدينا تعمل بكل جد لوضع الآليات الهامة والعناصر الهامة لخريطة الطريق. فهو من الهام جدا أن نعلم أن هذه الخريطة تنعم بسند دولي مع الشرقاء المعنيين بهذه الأزمة. أود أن أشير إلى أن بالتعاون مع خطوات المجتمع الدولي لقد وضعنا سكرتارية مكونة من الاتحاد الإفريقي وبعض الدول المعنية بهذا الشأن وشركاء دوليين من أجل الوصول لأزمة. سيدات وسادة، الدور الذي تلعبه دول الجدار الجوار هام جدا، فنحن تفاوضنا مع كل من هذه الدول من أجل الوصول إلى حل، من أجل التصدي لآثار هذه الأزمة، وعلى رأسها لجوء المئات الألوف من الفارين والهاربين والذين يتوقون إلى السلام بين النازحين. فهو يتعين علينا وهو من واجبنا أن يكون هناك تنسيق للتنسيق بجهادنا مع المؤسسات الإقليمية ودول الجوار للسودان والعمل معنا في سيمفونية لمساندة السودان. فكل منا يلعب دوره من أجل الحفاظ على السودان ضد الضياع ومن أجل درء خطر الفوضى. وفي هذا الصدد الاتحاد الإفريقي من الجاهزية للقيام بعمل، وكل الجهات مشحوزة ومعنية وعلى أهبة الاستعداد للقيام بدورها. أشكركم شكرا جزيلا.